افتتحت سلسلة مطاعم الطازج، وهي أول سلسلة مطاعم للوجبات السريعة بالشرق الأوسط، ثالث مطعم لها بالمغرب بمنطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، في أجواء احتفالية بحضور عدد من الضيوف المغاربة والسعوديين. وإن شاء الله الافتتاح رقم 3 هذا يدل على تقبل الأخوة المغاربة والأخوات المغربيات للمنتج تبع الطازج، وإن شاء الله من الأمام إلى الأمام بإذن الله تعالى. مجموعة مطاعم الطازج هي ماركة سعودية، الأصل هي سعودي، أكلة سعودية، أكلة الوحيدة اللي في السوق ديال الفاست فود اللي كنقولوا، حنا كنقولوا فاست فود جنك فود، أما هذه فاست فود هيلثي فود، أكل صحي وهو سريع، سريع لا يعني غير صحي. بالنسبة للطازج عندها 268 فرع في العالم، والمغرب هو أول واحد في المغرب العربي، المغرب المملكة المغربية دارت خدينا حق امتياز طازج المملكة المغربية، فهذا مطعم رقم 3 في المغرب في سنة واحدة الحمد لله، والسنوات الجاية إن شاء الله غادي يحلو فيها. المطعم شيد على مساحة 600 متر مربع وبسعة تقدر ب 200 مقعد وتكلفة إجمالية وصلت إلى 10 ملايين درهم، وخلق حوالي 60 منصب شغل قار. وقد تم اختيار سيدي معروف مقرا لهذا المطعم لموقعه الاستراتيجي المهم. الساحة ديال اليوم سيدي معروف استراتيجي جدا، اختياره كان استراتيجي. علاش؟ أولا سيدي معروف منطقة منتعشة بالشركات، فيها شباب، فيها مستقبل ديال المغرب، فيها ما نعطيش نسب مئوية من نسبة كبيرة من رؤوس الأموال والمختصين كلهم هنايا، الشركات كاملين، وحنا اون فيزي سو مارشي لا. أثمنة مناسبة جدا لجميع الميزانيات من 18 درهم حتى 80 درهم 80 درهم. منتوجات الطازج عبارة عن وجبات صحية كاملة يتم طهيها بدجاج مربى في مزارع تمتلكها السلسلة بصلصات سعودية خاصة. الطازج سلسلة مطاعم جاية من السعودية، سلسلة منتشرة في الشرق الأوسط وكل الدول العربية. تحلسنا في المغرب، اول راستورون كان في عين دياب كنا مشينا ليه، وعنده ايمون ريبوتاسيون لو في ان جينا اليوم في الفيرج ديالو، عندهم فود زوين شهي من السوايع المزرعه سكيفي سي سوبر بيان. كنلاحظوا انه كيطيب هنا عندهم، دونك داكشي ماشي كونجلي سكيفي صحي ولذيذ، دونك سي سوبر. وتستعد سلسله مطاعم الطازج لافتتاح رابع مطعم لها بالمملكه بمنطقة عين السبع الشهر المقبل، لتتوج أول سنة لها بالمغرب في أفق تحقيق مشروع إنشاء 15 مطعما خلال 5 سنوات المقبلة.